وشوفوا لي هالقطايف الملكي، انه اسمعوا لي هالصوت هاك، اسمعوا كثير طيب. صدقوني اني ما نكون بحاجه لا للشيف عماد ولا لاي شيف بهالكوكب، انتم ما تاخذونا. هي بتنزل لها هيك وحده غواصي هيك. هذا قطايف، هذا ذهب ذهب، شوفوا لي هالذهب، شوفوا شوفوا. راح اعمل لكم حشوه الجوز للقطايف المقليه، ونحط لها القشطه تبعها، نغطها بالفستق هيك. من جديد يسعد لي اوقاتكم اخواتي اخواتي اخواتي. اليوم وصفتنا وصفه حلويات كثير طيبه وسهله، سهله سهله، كثير 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 سهله. راح اعمل لكم اطيب اكله قطايف، قطايف عصافيري وقطايف مقليه، وممكن اعمل لكم حبتين سيالات، تنتين سيالات. شوفوا مكوناتها ما اسهلها وشو قليله. عندي هون نص كاس تسميد وكاستين ونص طحين، حطيت لكم هون نص كاس طحين مع نص كاس تسميد. نحطهم بقلب الطنجره اللي بدنا نعجن فيها. هاي كاستين ونص طحين ونص كاس تسميد، عندي ثلاث معالق سكر. مكونات كثير كثير بسيطه، رشه خميره فوريه، شايفين؟ يعني ربع معلقه صغيره حنقول. وعندي هون معلقه كبيره معرمه بيكنج بودر. وثلاث كاسات مي. خلينا نحط ثلاث كاسات، سهله سهله كثير كثير العجينه. وعلى فكره لا بدها خلاط ولا بدها عجانه، يعني باي وقت وتحت اي ظروف بتقدروا تعملوا هالوصفه اللذيذه. وهيك معي ثلاث كاسات مي ضفتهم بالخلاطه هاي، نخلطهم كثير كثير منيح مثل ما اتفقنا بالخفاقه اليدويه، نعجنها كثير منيح. شايفين مثلا هيك العجينه صارت جاهزه، يعني يمكن يكون هذا اقصر فيديو بقناتي. كثير كثير سهله. بس شو اللي راح تطول فيه؟ راح نطول بمرحله تخمير العجينه، بدها تاخذ تقريبا، مو تقريبا، اكيد ساعه، ساعه كامله. راح نترك العجينه نغطيها ونحطها على جنب تتخمر على مهله. ساعه كامله كفيله انه تعطيني عجينه كثير كثير طيبه. وهلا راح تشوفوا النتائج، تابعوني لاخريك الفيديو ولا تنسوا لايك وشير وسبسكرايب. اهم شيء اشتركوا بالقناه، انتم عم تشوفوني جداد، اشتركوا دخيل عينكم. انا شايفين على هالقوام عجينه كثير كثير سهله. اشتغلوا على العيارات، رح خلي لكم العيارات بصندوق الوصف تحت، اشتغلوا على العيار بيطلع معاكم اخت هي تماما. هي العجينه كثير كثير سهله مثل ما شفتوا، مكوناتها بسيطه، ما انا محتاجه لا لخلاط لا انا محتاجه لاي ماكينه كهرباء او خلاطه يدويه. شوي رح نبلش صب، نصب على نشكل القطايف ونعمل قطايف مقلي وقطايف عصافيري، واذا لقيت كميه مناسبه رح اعمل لكم كمان وحده سيالات حمويه. يلا نروح نخمرها ونرجع لكم بعد شوي، بعد ساعه. باي اصدقائي. هلا مرق ساعه على العجينه وانا عم خمرها. هلا بدي، اذا عندكم انبوبه مثل هاي او فيكم تعملوها ببريق الشاي، تسمعوا نصيحتي اشتروا وحده من هاي وقرفوا هيك، وهي بتجي شوي طويله سموا هيك شوي منها بهالطريقه هاي، بتسهل عليكم الشغل كثير كثير كثير. على النار عندي هون، ممكن اذا ما عندكم من هاي الصاجه، يعني صاجه تكون شوي سميكه، وممكن المقلايه يلي هي الطوايه، اهم شيء انه تكون ما بتلزق، عليها طبقه تيفال او سيراميك اللي موجوده عندكم. شوفوا ما اسهلها. اول شيء رح اعمل قطايف عصافيري، شوفوا بهالطريقه. حط كميه واتركها لانه هي بدها تفرد كمان شوي. عندي هون انا هذا الصاج كثير ساخن، متاكد انه كثير ساخن، وإذا حسيتوه كمان كتير كتير ساخن هدوا النار شوي تحت. أنا هلأ مقوي النار على الأخير وعم بستناهم لحتى يستووا. شايفين شلون هيك فورا بقبقوا وعم يفتحوا فورا؟ انتبهوا ها، ما بدها كتير نار، شوفوا فورا استوت. بستناها بس ينشف هذا الوجه الأبيض على طول رح شيلها. شوفوا شايفين أصدقائي، أول ما بينشف الوجه خلاص ما بيضل عليه لون عجين. هاي بقيان شوي، هاي خلاص فوريا بنشيلها. وعندي هون على الطاولة أنا حاطط شقفة قماشة كتان، ليش كتان؟ مشان تاخذ البخار اللي بقلب العجينات فورا. شايفين على العجينة؟ بتاخذ العقل، شوفوا لونها كلياتهم، يا سلام عن جد بياخذوا العقل. تعالوا خلينا نعمل قطايف مقلية، عملنا قطايف عصافيري، تعالوا نعمل قطايف مقلية أو ستيتيات او بالحموي تعرفوا شو اسمه، ما راح اقول لكم انا حمويه.
اكتبوا لي بالتعليقات شو اسم هدول القطايف، اهم شيء يطلعوا معانا مدورات ونحسب حساب انه بدها تتمدد. اكثر من هيك ما راح اعمل، 4 حبات بتكفي. نستناها شوفت عندكم فورا لحالها بتفتح العجينة وبتنشف، اول ما ينشف الوجه مثل ما اتفقنا بنشيلها على طول من على النار. شايفين رفقاتي هيك وهي بلشت تستوي، صارت جاهزة تقريبا. شوفوها، شوفوا شوفوا بتاخد العقل. شوفوا لي لسه الوجه الثاني تبعها، يا سلام عن جد بتشهي. طيب رفقاتي، هي صار عندنا عاملين قطايف عصافيري وقطايف مقليات. كنت وعدتكم ببداية الفيديو انه اعملكم سيالات، بس العجينة ما راح تكفيني، راح اعملكم حلقة خاصة للسيالات الحموية بالسمن العربي بالجوز، حلقة بهيك مدللة قريبا جدا جدا، ممكن بعد هذا الفيديو تنزل. يلا شوف 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 يا حبيبي، تاخذ العقل. ايه رفقاتي، شوفوا لي هالمال ما شاء الله تبارك الله. شوفوا لي شوفوا لي على القطايف، هذا قطايف، هذا ذهب ذهب. شوفوا لي هالذهب، شوفوا شوفوا كل حبة واختها، شغل شغل بياخذ العقل. اما هالقطايف هاد شوفوا، هي القطايف المقليات الاستيتيات، يا سلام. شوفوا لي شوفوا لي هالشوفة، شوفوا عجينة بتاخذ العقل، اذا بتلفوا الكوكب كله وما بتلاقوا مثلها. تعالوا خلينا نجهز الحشوات. هلا عندي القشطة يلي عملناها سوا بفيديو الوربات، هي هي نفسها. وهلا راح اعمل لكم حشوة الجوز للقطايف المقلية، رشة قرفة صغيرة حسب واذا بدكم تستغنوا عنه. يعني هي رشة القرفة كتير طيبة مع خلطات الجوز ومعلقة سكر مشان ندبقهم. في ناس بتحط مي، والافضل اني راح احط تقريبا شي معلقتين او معلقه كبيره قطر، هيك بدبقوا على بعض. وهيك صار عندي حشوه الجوز صارت جاهزه، عندي حشوه القشطه وعندي فستق حلبي كرمال القطايف العصافيري. القطايف العصافيري في عندنا اكثر من طريقه، بس الطريقه المعترف عليها اللي هي هاي، ناخذ قطايفايه ونحط لها القشطه تبعها، نغطى بالفستق هيك. يا سلام يا سلام، هاي اول وحدة. نعمل وحدة تانية، شوفوا لي على هالمال، شوفوا هالمال يا سلام. اي والله هاي بتنهدى الملوك. رح كفي الصحن كلياته وارجع لكم. عندنا هلا الاستيتيات او القطايف المقلي، اكتبوا لنا بالتعليقات شو بتسموها عندكم بمنطقتكم. عندنا بحماقة لها اسم شوي قليل ادب عادي بس هيك اسمها. يعني هاي عبيناها جوز كمية وافرة ومنسكرها. هلا شوفوا لي العجينة، الشطارة بالعجينة انه تسكر معاكم كتير منيح وما تعود تفتح. شايفين هاي اول وحدة بالجوز جاهزة. خليني اعملكم، شوفوا انا طريقتي عادة باخذ الطويل وبسكره من اول زاوية هيك، بسكره ماشي الحال، باخذ له قشطه كمان ماشي الحال وبسكره. تسكر معي كتير منيح وما بتنفر معي القشطه براتها. هاي بالقشطه صارت كمان جاهزه، عملكم وحده تانية بالقشطه. شوفوا شوفوا في هاي الطريقه كمان كتير سهله، اعملوها. حط القشطه بالنص هون ونبلش نسكرها. يا سلام يا سلام، ايش هالقطايفات. انا بالوقت هاد بينما احشيهم كلياتهم عبي بالجوز وبالقشطه واعملكم صحن قطايف عصافيري، رح احط الزيت على النار مشان نبلش نقلي القطايف المقلي سوا. يلا تفضلوا. وهلا هيك بعد ما حشيناهم بوجههم على الزيت، هلا ممكن نعملهم بالقلايه الهوائيه، بس صدقوني انا جربتها ما عجبتني، مع انه عندي قلايه هوائيه نوعيه جدا ممتازه من شركة معروفة، بس ولكن بتطلع ناشفة. المقلية بالزيت صحية أكثر لا تصدقوني عم بمزح، ما أنا صحية. هلا هي شوفوا هيك ربينا عليها، يعني صار عمري 40 سنة وأنا باكلها هيك بهالطريقة، شافت عنكم عين الله علي. هي اسمها قطايف مقلية، بدنا نحطها بالفرن ولا نحطها بقلاية هوائية تزبط
كتير طيبة، وأنا مرة من مرات يعني جربتها وعجبتني، بس ولكن ما عجبتني مثل ما هي مقلية. المقلية أظرف بكتير من ناحية صحية، ما بعرف هلا الزيت، نقوا نوعية زيت تكون كويسة أو زيت صحي وألوفي. العجينة أنا هي اللي أعطيتكم طريقتها ما بتغب زيت كتير، صدقوني كتير كتير ممتازة. جربوها شوفوا، شوفوا على هاللون، شوفوا لي على هالقطايف، شوفوا بهالطريقة هاي. نجيب مصفاية وطاسة وننزل عليهم المقالي، أحسن من إنه ننزلها على مناديل المطبخ هيك. هلا الزيت كله راح ينزل لوين؟ راح ينزل على الطاسة هيك، طريقته حرة أكتر وبياخد هواء وبيتنفسه أكتر. هلا هيك بعد ما قلينا هون مثل ما بيقولوا جنح الدبور، يا سلام ياخذوا العقل. وشوفوا لي هالقطايف الملكي، بالله عليكم شوفوا لي، هي عندي هون بالجوز وعندي هون قطايف العصافير، شوفوا لي شوفوا لي على التحفة الفنية، بالله عليكم مو تحفة فنية. اما هلا لسه باقي لأذان الصبح يمكن شي نص ساعة او اكثر، فتعالوا اخذ وحدة جوز وحدة قشطة وغرق لكم اياهم هالتغريقة هاي. واهم شغلة انه اسمعوا لي هالصوت، هات اسمعوا. شوفوا لي القشطة اللي بقلبها، قربوا شوفوا لي هالقشطة الملكية هاي اخواتي. بطلت اعرف احكي لانه صدقوني لا توصف. عجينة القشطة نفس، اشتغلوا بنفس بيطلع معاكم اكل كتير كتير طيب. صدقوني اني ما نكون بحاجة لا للشيف عماد ولا لاي شيف بهالكوكب. نحن يمكن عم نصنع محتوى لتستفيدوا منه، قبل العيارات قبل كل شيء، قبل كل شيء لازم يكون عندك نفس. بخي بنفس، بخي بحب، بيطلع معك اكل كتير طيب. بس تعلموا، بصوا على اللايك هون هيك بكل حب، بصوا على اللايك، اعملوا لنا اشتراك للقناة وانشروها لكل رفقاتكم لكل اخواتكم. كان معكم الشيف عماد، اطيب وصفة قطايف، بس انا بتعرفوا ما دوقتكم السهي. قبل ما نختم يعني انتم ما تاخذونا، هي بتنزل لها هيك وحدة غواصة هيك، يا سلام. وقبل ما اختم شوفوا لي هاي، شوفوا لي على هالقطايف الملكية هاي، يا سلام يا سلام. خلينا ندوقها. يعني اكثر. شوفكم بحلقة جديدة، باي باي.